مساء الخير والصحة والعافية لكل مشاهدين برنامج دكتور سواء يلي عم يحضرونا من خلال شاشة النهار أو لجمهورنا يلي منورنا بالاستديو. للنفس البشرية ميل فطري لحب الخير والمسؤولية الاجتماعية وأعمال الخير هي جزء من رسالة البرنامج، ونحن حريصين دائماً على تفعيل هاي الفكرة. وصدقاً من أكثر الأشخاص الداعمين لهي الفكرة هو الإنسان النبيل دكتور ماهر، صاحب مبادرة سرطان بلا سقوط شعر وأنا إنسان، وكثير غيرها من المبادرات وأعمال الخير يلي بيعملها. وكان من أكثر الداعمين بقصة مصطفى يلي كان محتاج لعملية جراحية لزراعة الجهاز الهضمي بأمريكا بتكلفة حوالي 36 مليون جنيه، وقدر بفضل الله أنه يشارك بجمع جزء كتير كبير من التبرعات لمصطفى. حالياً مصطفى متواجد بأمريكا للحصول على العلاج المناسب لحالته. خلونا نستقبل مع بعض دكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية والليزر. مساء الخير دكتور ماهر، اهلا وسهلا فيك، مشرفنا ومنورنا. واليوم فقرتنا فقره خاصه جدا لانه رح تكون مبادره ان شاء الله رح نطلقها انا وانت والمشاهدين وكل الاشخاص العاملين ببرنامج دكتورز لنقدر نساعد دكتوره غاليه وعزيزه علينا كلياتنا وكثير ناس بحبوها وحابين انه يساعدوها، دكتوره ساره. ولكن رح نحكي عن هذا الموضوع خلال الفقره، ولكن خلينا نذكر كل المشاهدين اللي عم يحضرونا، حضرتك عملت أكثر من مبادرة خيرية لحتى تساعد كثير أشخاص بما تستطيع عليه وبما تقدر عليه بالأشياء يلي أنت مسؤول عنها بمجال الطب، وعملت مبادرة سرطان بلا سقوط شعر. خبرنا أكثر عن هي المبادرة ومين الأشخاص اللي استفادوا من هي المبادرة. طيب، بالنسبة لمبادرة سرطان بلا سقوط شعر، كان البرنامج هنا برنامج دكتورز وزميلتنا اللي توفاها الله نوران عطله الله يرحمه أطلقت معانا المبادرة دي. وكان الهدف من المبادرة ان احنا عارفين ان كل اللي بيحصلوا على علاج كيماوي او اشعاعي بس عندهم سقوط في الشعر، لدرجة ان في نسبة كبيرة منهم ما بتقدرش تاخد العلاج خوفا من سقوط الشعر. فاحنا قلنا ساعتها لا، احنا هنتبنى علاج الناس دول، علاج تساقط الشعر عندهم في مقابل ان هم يبدأوا ياخدوا علاج السرطان بتاعهم. والحمد لله المبادرة ما زالت مستمرة، وفرصة دلوقتي نأكد ان احنا ما زلنا بنستقبل الحالات دي. كل المرضى اللي بيتلقوا علاج اشعاعي او كيماوي وبحصل عندهم سقوط في الشعر يبداوا يجوا لنا ونعالجهم بالمجان زي ما احنا مستفيدين. يعني الله يعافيهم ويشفيهم يا رب ويلبسهم ثوب الصحه والعافيه. وشكرا كثير دكتور ماهر، لانه فعلا كثير اشخاص بيخافوا، وخاصه السيدات بيخافوا انه ياخذوا هذا العلاج اللي ممكن يساعدهم بالشفاء، لانه الشكل بيصير صعب عليهم وبيخافوا انه العالم اللي بحبون حواليهم يشوفون بطريقه غير اللي معتادين عليها. فيعني مبادره اكثر من رائعه مثل كل المبادرات الحلوه اللي بتعملها دكتور. نحن بنرجع بناكد لكل الاشخاص اللي عم بيعانوا من هذا المرض وحابين انه يكونوا ضمن هي المبادره، يتوجهوا لعند دكتور ماهر محمود حتى يكونوا من الاشخاص يلي بتشملهم هي المبادره. ايضا دكتور، حضرتك كنت من الأشخاص الداعمين جداً لحالة مصطفى، الطفل يلي كان بحاجة لزراعة جهاز هضمي، وكان المبلغ كتير كبير على أهله، وكان الموضوع بحاجة لسفر لحتى يقدر يحصل على هذا العلاج. ولكن الحمد لله بفضل الله وأكيد أهل الخير وفضلك دكتور، قدرنا أنه نساعد مصطفى يحصل على هذا المبلغ، وحالياً هو موجود بأمريكا مع أهله لحتى يحصل على هذا العلاج. نحن اليوم رح نطمن مع المشاهدين على صحة مصطفى من أم مصطفى ونعرف وين صار بالعلاج. لهيك مشاهدين اسمحوا لنا نقول مساء الخير لأم مصطفى. مساء الخير مدام. مساء النور، زي حضرتك؟ الحمد لله أنا بألف خير. أنا والدكتور ماهر اليوم. مدام زينب ازيك، عاملة إيه؟ أهلا، ازيك يا دكتور ماهر؟ زي حضرتك؟ يا أهلا بيك يا فندم. طمنينا على صحتك وعلى صحة مصطفى. طبعا في الاول عايزه اشكر دكتور ماهر لان هو فعلا من اوائل الناس اللي دعمت مصطفى، وهو كان يمكن اول حد كلمني وخد المعلومات كلها بتاعت مصطفى وقال لي انا هبدا بحمله مصطفى ان هو يلم معانا المبلغ، لان كان في ناس كتيره كانوا عاملين يقولوا لنا المبلغ خيالي ولا يمكن نلمه، وان يعني ايه زراعة جهاز هضمي. فبصراحه ربنا يكرمه دكتور ماهر، يعني فضل واقف معانا بيسال اول باول. شكرا يا فندم. الله يخليك. مصطفى دلوقتي كويس؟ لا، احنا سافرنا بيه دلوقتي وفي مرحله التجهيزات للعمليه، اتعمل له تغذيه علاجيه لان كان وزنه طبعا كان ضعيف جدا، فلقوا ان هو لو دخلوا بيه العمليه
قالوا لي يعني مش كانش تمام. هينفع تماما، فهم بيجهزوه باحسن طريقه علشان يقدر يخش العمليه، لانها عمليه يعني عشان يقدر ان هو يعمل نقل 4 اعضاء باذن الله. يا رب فهو ربنا دلوقتي يطمن. الحمد لله في مرحله التغذيه، ودلوقتي كمان في مرحله التطعيمات، عشان قبل العمليه هنا لازم يدوا له كل التطعيمات من اول وجديد. ما شاء الله. طب العملية تقريبا هتتعمل امتى بإذن الله؟ ان شاء الله هو بقى على حسب، حضرتك عارف الويتنج ليست بتبقى هي على حسب بقى ربنا هو عايز امتى، وحالته فنتمنى يا النفسية، رب باذن الله ان هو ييسره. يا رب. وحالته النفسية عاملة إيه؟ حالته النفسية؟ لا طبعا الحمد لله مصطفى، يعني انا مصطفى حضرتك كنت شايف كان ما كانش بيتكلم، مصطفى حبيبي الحمد لله احسن وبيتكلم يعني انا حاسه ان ابني الحمد لله رجع، يعني الحمد لله رجع، يعني رجع يكلمني ورجع يبقى معايا. الاول كان شبه يعني ما كانش بيتكلم، ما كانش بينطق حبيبي، ربنا يطمن من عليه كتر يا رب. ما تعب. انا عارف ان حضرتك طبعا شريكه وداعمه كبيره جدا لدكتوره ساره، وحضرتك قلت لي انك هتكلمي عن دكتوره ساره. ايوه انا طبعا انا بتوع الزراعات تحديدا انا يعني حاسه انها كانت رساله من ربنا على مصطفى، ان هم بتوع الزراعات ان انا احاول ادعمهم كده. فساره بصراحه وطبعا مع حضرتك برضو انت بتدعمها من الالف للياء، ان احنا محتاجين ان احنا نلم المبلغ لساره عشان هي محتاجه زراعه رئه، وباسرع يا وقت، رب لان ساره بقالها 3 سنين محبوسه في اوضه وتعبانه، وانا مدركه لو يعني انا لما بكلمها والله العظيم اعصابي بتنهار، لانها فعلا تعبانه ومحتاجه انها لازم تسافر باقصى سرعه. بإذن فاحنا الله رب بنحاول العالمين. كل الطرق ان احنا نلمنها المبلغ. بإذن يا الله رب يا بإذن رب الله رب بإذن العالمين. الله، الله يعافيها ويشفيها، ويا رب يعافي لك مصطفى يا ويقومه رب، بالسلامة، لان وفرحنا هم فيه كلنا يا رب. مرضى الزراعات حضرتك ما عندهمش رفاهية الوقت، يعني دايما صح، بقول ان تسلم مرضى كتر. الزراعات هو مش بيعمل كده عشان يحسن من حياته، هو عشان ينقذ حياته، ده فهو حقيقي. بيبقى طب ما عندوش اي وقت. مدام بس احنا حابين نطمن، كيف رح تكون الخطة العلاجية؟ بشو رح تبتدوا؟ وكيف رح تكون الأمور؟ وشو البروتوكول العلاجي رح يتبعوه مع مصطفى؟ احنا ان شاء الله بقى المفروض ان هو لما هنتحط على، احنا دلوقتي بنعمل زي ما قلت لحضرتك على طول بياخد تغذيه العلاجيه كل يوم لازم، لغايه بيعمل التطعيمات دلوقتي على طول عند الدكاتره. بعد كده باذن الله لما يتحط على الويتنج ليست ويجي دوره هيقعد، وبعد كده هيتابعوه بقى باذن الله من حوالي من قالونا من يعني من ممكن من 6 شهور لسنه، لان عشان يعني فترة يتابعوه العلاج وينزل ممكن بعد كده. تمتد لسنة؟ نعم فترة العلاج. هيتابعوه لك بعدها بفتره هنا. طيب والدكاترة مطمنينك؟ يعني إن شاء الله الموضوع بيكون بإذن الله سهل وميسر وناجح؟ بإذن الله إن شاء يا الله هم رب. هينقلوا له 4 أعضاء، الأمعاء والبنكرياس والمعدة والطحال. الحمد لله الكبد طلع مش محتاج كبد، الحمد لله. فهم الحمد هينقلوا له لله. 4 أعضاء بإذن الله. وهو الدكتور اللي بيعملها هو دكتور مصري، وهو أكبر دكتور في العالم بيعملها، هو نوجه له دكتور كريم. تحية الدكتور كتير كريم أبو كبيرة المجد طبعا أكيد. يعني عالم في هذا المجال وحد مشهود له جدا، وربنا يا رب يبارك فيه يا رب. آمين آمين. اللهم آمين. آمين رب العالمين. بالختام نتشكر كتير مدام، نتمنى الصحة والسلامة لمصطفى ولكل الأطفال يا رب، وإن آمين. شاء الله الله يهنيكي بسلامته وترجعولنا بخير وسلامة يا رب. يا رب ادعوا لنا باذن الله. وانا بشكر تاني دكتور ماهر، وفعلا بشكره من كل قلب، ربنا شكرا يكرمك شكرا، وعلى وقفه حضرتك دايما يعني جنب كل الناس ربنا سواء يخليك. ساره او مصطفى، ربنا يكرمك. ربنا امين يطمن عليك يا امين رب. امين. شكرا كثير لك مدام، يأب. نتمنى الصحة والسلامة لمصطفى، والله يفرح ماميته يا رب، آمين يقومته يا رب. بالسلامة آمين آمين يا رب. ويلبسه ثوب بالصحة والعافية. وبدي وجه له تحية كتير كبيرة إنها ظلت واقفة جنب ابنها، وكان عندها أمل ويقين كتير كبير إنه تعبت معاه جدا وجمعت المبلغ بسهولة جدا، هي فعلا البطلة الحقيقية عن لهذه جد القصة. عن جد. فبنوجه له تحية كتير كبيرة، ويا رب يرجعوا لنا بخير وسلامة. آمين رب. وأكيد بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لدكتور سارة، اللي نحن عاملين اليوم الحلقة كرمال إلا إنه نحن معك وجنبك وداعمين لإلك كلياتنا، وكل العالم كانوا عاملين حملة كتير كبيرة على السوشيال ميديا لحتى يدعموها نفسيا، وأيضا يساعدوها بأن هي تأمل المبلغ اللي بحاجته لحتى تعمل زراعة رئة. وبإذن الله إن شاء الله بنقدر نساعدها أنها تعمل هي العملية وترجع لنا بصحة وعافية. مساء الخير دكتور سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا والدكتور ماهر حابين نتواصل معك ونتطمن عليك مع المشاهدين،
ونقول لك انه نحن كلياتنا جنبك اكيد مع رب العالمين، ونقول لك انه باذن الله رح تاخذي العلاج وتحصلي على زراعه رئتين وترجعي لنا بخير وسلامه. ولكن طمنينا على وضعك الصحي هلا. اولا انا احب اشكركم جدا على كلمتكم واهتمامكم بيا، واشكر دكتور ماهر لان هو واقف جنبي يعني بطريقه يعني عظيمه. واجب يا ساره، انت زميلتي يا ساره، ده واجب عليا طبعا. زميل واخت، وكل زمايلي دكاتره الجلديه وقفوا جنبي، وكل الناس اللي وقفت جنبي واللي بتدعي لي من غير ما يعرفوني والله يعني بشكركم جدا كلكم والبرنامج. يعني هذا اقل شيء دكتوره ممكن نعمل لك اياه لحتى نقول لك قديش نحن فعلا كثير بنحبك، وقديش نحن فعلا كلياتنا معك، وقديش نحن فعلا نتمنى لك الشفاء العاجل. وكل الاشخاص اللي كانوا عم بيعملوا حملات كثير كبيره على السوشيال ميديا كلياتهم كانوا عم بيحكوا بكل حب وعم يدعوا لك من كل قلبهم، وعندهم يقين كامل برب العالمين انه باذن الله رح تطلعي تعملي العمليه وترجعي لنا بكامل الصحه والعافيه. دكتور ماهر حابب كمان يسلم عليكي. دكتوره صاله ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. دكتورة صالح، احنا محتاجين نعرف الحالة، محتاجين الناس برضو اللي بتشوفنا بتشوف قناة النهار في مصر والعالم محتاجين يفهموا تطور الحالة بتاعتك من البداية. طيب انا المرض جالي حوالي 9 سنين. ايام ما كنت بحضر الماجستير بتاعي، وانا كنت تعبانة وقتها بس ما كنت عارفة ايه السبب. لغاية ما حسيت ان انا في كان السكاكين نفس ألم أكن السكينة داخلة في الرئة. ألف سلام عليك يا رب. وده طلع بسبب إن في تكيسات على الرئة، ولما بتتخرم كانت بتجيب الألم ده. حتى أنا كنت بروح امتحاناتي بالألم ده ومش عارفة من إيه، وشفايفي زرقاء ومش بقدر أتنفس. وبعدين المرض ده اسمه لام ديزيز، وترجمته ورم عضلي لمفاوي. هو مرض نادر جدا جدا جدا. يعني بيجي يعني ممكن من 3 لـ4 في كل مليون أنثى. وأنا يعني نتيجة الانفجار ده شخصوني بالمرض اللي حصل في الرئة، وبرضه بيحصل تورم في الغدة الليمفاوية، وده وفي الرئة والأبدومن والحوض، وده برضه ممكن يحصل له انفجار ويعبي في الرئة ويؤدي إلى الموت. لا قدر الله، بعيد ألف شر. لأنه بيحصل كل الحاجات اللي في الجسم معي. طب دكتور، في عنا أدوية أو مثلاً عنا طرق علاج ممكن تحد من انتشار الحالة، أو مثلاً نقدر نسيطر على الحالة لبين ما يصير الزراعة تبع الرئة؟ هو عبارة عن الورم بيغير في الخلايا نفسها بتاعت الرئة ويمنع الأكسجين يوصل لبقية الجسم. فهي خلاص الرئة كلها دمرت، فضلش فيها غير 5%. سارة عايشة على جهاز أكسجين باستمرار بعد 3 سنين بالظبط، عايشة على جهاز أكسجين. 3 سنين نايمة في المستشفى، المرض بدأ معاها وهي عندها 30 سنة من 9 سنين، وفضلت تاخد علاج وتحاول وتحاول لحد ما وصلت فشل كامل في الرئة. الرئة بتشتغل الوقت بنسبة 5% بس، وطبعا ده ما يعيش أي حد. سهل جدا يحصل لها انفكشن، سهل جدا 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 النفس يتوقف في أي وقت. ده اللي بيأكد المعلومة المهمة جدا بتاعت أن مفيش رفاهية للوقت، الثانية بتفرق في الموضوع ده. حل الدكتورة سارة الوحيد هو زراعة رئة كاملة. زراعة الرئة الكاملة غير متاح في مصر، القانون لا يسمح، لأن احنا لازم ناخدها من متبرع متوفي حديث. الكلام ده بيحصل في دول كتير بره، فتم اختيار دولة زي الهند عشان تكون التكلفة قليلة. التكلفة 4 مليون جنيه، تم جمع حوالي 1,800,000 وباقي 2,200,000. سارة ما عندهاش وقت خالص، المبلغ يبدو ان هو بسيط جدا كبير، بس احنا في كتير عالم بتحب الخير، وفي كتير عالم بتعرف قديش صعب المرض وقديش موجع المرض وقديش ممكن يدمر حياة الشخص او يقضي على حياته. سارة عارفة ان ما فيش حد يتبرع عليها الا الناس اللي حاسين بالمعاناة دي.
في حسابات موجوده، وفي تبرع عن طريق فوري، في تبرع عن طريق فودافون كاش. وهذا اللي بدي اسالك عنه دكتور. اول شيء بس نتشكر دكتور ساره، نحن ما حبينا نطول معها بالتليفون لحتى هي تعبت اصلا، ما نعمل لها في مشكله في النفس حصلت تماما ما نعمل لها جهد ونرهقها. بدنا نقول لها الف سلامه عليكي، وباذن الله باسرع وقت وبأقرب فرصة بنكون جمعنا المبلغ مع كل أهل الخير اللي عم بيحضرونا بكل أنحاء العالم وبمصر، لحتى نقدر نساعد وننقذ حياة دكتور سارة. ودكتور بدنا نعرف شو هي طرق التبرع لدكتور سارة، وكيف ممكن الأشخاص اللي حابين يساعدوا أنه طرق التبرع من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حسابات خاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، موجودة في البنك الأهلي وموجودة في البنك التجاري الدولي، وعن طريق فوري وعن طريق فودافون كاش، عشان نسمح لأي حد يتبرع له اللي عنده 200 جنيه و300 جنيه و1000 جنيه. المبلغ ما يعتبرش كبير بالنسبة للحالة، الحالة بتسوء بشكل يومي، يوميا صار عندها مشاكل، مشاكل صحية وفي عدوى وفي التهابات في الجهاز التنفسي. ودكتور خاصة بوقت كورونا، يعني نحن الأشخاص الأصحاء قديش كان الموضوع صعب علينا كتير، فما بالك شخص ما له قدران يتنفس غير عن طريق منفسه، الموضوع كتير صعب. هي سارة موجودة في مستشفى عين شمس التخصصي، حريصين عليها جدا وبيحافظوا عليها جدا، مفيش حد بيدخل عليها خالص بدون ماسك، وبتعاملوا معاها معاملة ممتازة جدا، واحنا نتمنى انها نوجه تحية كتير كبيرة لكل الكادر المستشفى يلي متواجد مع سارة وعم بيحاول انه يساعدها لحتى يقدر يخلي وضعها مستقر لبين ما نقدر نحن نساعدها ونساعد الاشخاص اللي حابين انهم يساعدوها، ونجمع هذا المبلغ اللي هو فعلا ماله كبير، حوالي 2,200,000 اللي باقيين، وان شاء الله رب العالمين متوقعين انها يتجمع بسرعة جدا من اهل الخير اللي جمعوا المبلغ الكبير بتاع مصطفى وغير مصطفى، قادرين فعلا ينقذوا حياة سارة. سارة عندها مشكلة في التنفس، أكبر نعمة ممكن يتحرم منها الشخص إنه ما عرفش ياخد نفسه طبعا. سارة فعلا عندها مشكلة إنها بتاخد نفسها، انت لاحظت واحنا بنكلمها ما قدرتش تكمل المكالمة لأنها مش عارفة تاخد نفسها للأسف. وفعلا كلياتنا يمكن بفترة كورونا شفنا قديش الموضوع صعب، وقديش نعمة صغيرة اللي هي النفس، قديش أشخاص ما بتكون خاطر على بالهم هي النعمة العظيمة اللي بتخلينا نستمر بحياتنا، لما بتروح بتصير الحياة كتير صعبة. فالحمد لله على كل النعمة اللي عنا إياها، والله يعافي ويشفي كل المرضى. وبدنا نرجع نقول لكل الأشخاص يلي حابين يدعموا دكتور سارة، كان موجود على الشاشة أرقام الحسابات اللي ممكن نتبرع فيها، وبليز بأسرع وقت لأنه الوقت مو بصالحنا. نتمنى الصحة والسلامة لدكتور سارة والشفاء العاجل، وكثير نحن منحبك وكلياتنا معك، وبإذن الله وبإذن كل الأشخاص اللي هن عم بيساعدوا ويحاولوا أنهم يساعدوها ويدعموها بنقدر نأمن المبلغ، وبتقدر تحصلي على العلاج المناسب اللي هو مفروض أنه تسافر على الهند لتقدر تعمل هي العملية بإذن الله رب العالمين. يعني بالختام بدي أتشكرك كتير على وجودك معنا دكتور ماهر، بدي أتشكرك على إنسانيتك اللي دائما بتكون موجودة بكل عمل خير ولا مرة قصرت، ودائما كنت من الأشخاص المبادرين لحتى يساعدوا كل الأشخاص أنهم يحصلوا على حياة أفضل. الحمد لله. شكرا، وبشكرك وبشكر برنامج دكتور طبعا على إتاحة الفرصة دي، نورتنا وشرفتنا. وهذا جزء من الشيء اللي ممكن نحن نعمله لحتى نقدر نساعد سارة وغيرها من الأشخاص اللي هنا بحاجة لعمليات يقدروا يحصلوا على حياة أفضل. شكرا كثير دكتور. مشاهدينا حلقتنا مكملة معكم لليوم، فاصل صغير وراجعين، ما تروحوا لبعيد. مساء الخير، رجعنا مكملين حلقتنا معكم لليوم. بالماضي كان المتهم الرئيسي بعدم الإنجاب السيدات، لكن مع التقدم العلمي والتكنولوجي صار في طرق تشخيص لحالات كثيرة لعقم الرجال أو تأخر الإنجاب. لحتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع اسمحوا لنا نستقبل صانع الأمل الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ واستشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي ورئيس قسم المسالك البولية كلية الطب جامعة الأزهر. دكتور صلاح أهلا وسهلا، مساء الخير، منورنا. وعم نحكي اليوم عن موضوع مهم جدا لكل الرجال يلي حابين يصيروا أبهات ولكن في عندهم مشاكل بالإنجاب. نحن اليوم رح نحكي عن أهم هاي المشاكل يلي ممكن تسبب تأخر بالإنجاب وطرق علاجها، ولكن بداية دكتور خلينا نوضح شو هو مفهوم العقم بالعموم عند الرجال تحديدا. هو مصطلح العقم بس في الأول كده يعني هو اتغير شوية. أوكي. ليه اتغير؟ لأن كلمة عقم معناه إن المريض ملوش أمل.
لكن كلمه دلوقتي تاخر انجاب، احنا لقينا بعض الناس اللي ما كانش ليهم امل ان هم ينجبوا بدا يبقى لهم امل، زي بعض الناس مثلا كان عندهم ضمور في الخصيتين، بعض الناس اللي عندهم مشاكل وراثيه، بدانا دلوقتي نعمل حاجات تقنيات جديده او تظهر تقنيات جديده، فبدا الناس اللي ما كانش ليهم امل بدا يكون لهم امل. تمام، صار عندهم امل كتير. تاخر انجاب دلوقتي طبعا زي ما حضرتك طبعا بضم صوت حضرتك طبعا دلوقتي ان كل الناس بتقول ان الزوجه هي المتهم الرئيسي، وده طبعا الخطا الشائع. الناس كتير جدا اول ما بيتجوزوا بيستنوا فتره ما فيش انجاب، بيبداوا بالزوج، وده طبعا الخطا الكبير جدا، لان دايما المفروض دايما نبدا بالزوج، لان الزوج تحليله سهل وبسيط ومفيش فيه مشكله، وبنقدر نفهم هل هو عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله. وطبعا تاخر انجاب اتحط له تعريف، فهو عدم القدره على حدوث حمل في خلال سنه من العلاقه الجنسيه المنتظمه وعدم استعمال وسائل منع حمل. بمعنى ايه؟ يعني زوج وزوجه متجوزين بقالهم سنه وعلاقه منتظمه، الزوجه ما بتستعملش وسائل منع حمل، وطبيعه العلاقه بينه الزوج والزوجه كويسه جدا، فنقدر نقول ساعتها ان كده خلاص كده في مشكله في الانجاب. طب دكتور، معناتها يمكن في مجموعه من الاسباب يلي بتؤدي لتاخر الانجاب عند الرجال، خلينا نحكي عن اشياء هي الاسباب. هي طبعا اسباب تاخر الانجاب كتيره جدا، فطبعا احنا يعني قبل ما نقول الاسباب لازم نبقى فاهمين طبعا الفسيولوجيه، يعني ايه اللي بيحصل. حضرتك عارفه طبعا في حاجه اسمها الخصيه، وده بيقابل المبيض عند الستات. فالخصيه دي بيتحكم فيها هرمونات، الهرمونات دي بتطلع منين؟ بتطلع من المخ، من عند حاجه اسمها الهايبوثالامس، وحاجه اسمها غده اسمها البيتويتري. لما بيحصل بيطلع منها بعض الهرمونات بتتحكم في الخصيه، هرمون اسمه الاف اس اتش وهرمون اسمه ال اتش. الاف اس اتش ده بيحفز الخصيه، بتطلع هرمون او مسؤول عن تكوين الحيوانات المنويه. ال اتش ده مسؤول عن تكوين هرمون الذكوره عند الرجال. أوكي. فبالتالي اذا عندنا مشكله بهدول الهرمونات ممكن تاثر على بالظبط كده. احنا دلوقتي لو حطينا الخصيه في الوسط، ففي حاجه بتتحكم فيها اللي هو الايه، الغده النخاميه. أوكي. فلو حصل مشكله في الغده النخاميه اللي هي البيتويتري جلاند، زي زياده هرمون اللبن او هرمون الحليب، او حصل ان المريض عنده اورام. دكتور صح، هو لا. اسمه هرمون برولاكتين. هرمون البرولاكتين. اوكي، بالعربي هرمون الحليب او هرمون اللبن. اوكي، فلو حصل مشكله في الغده زي الاورام مثلا لا قدر الله، او حصل فيها تعرض اشعاعي او فرط نشاط، فبتاثر على ايه؟ بتاثر على الخصيه. وطبعا نفس القصه الخصيه، لو حصل مشكله في الخصيه زي مثلا ضمور الخصيه، او حصل اشهر حاجه دواء الخصيه. طبعا دواء الخصيه ده اشهر سبب ممكن نقابله ياثر على الانجاب، واشهر سبب ممكن نعالجه. أوكي. بعض الناس طبعا ممكن تتعرض لالتواء خصيه، بعض الناس تعرض حاجه اسمها الخصيه المعلقه، وممكن ما بعد الخصيه، يعني الخصيه بتطلع حيوانات منويه، فالحيوانات المنويه دي بتمشي في طريق معين، فلو حصل مشكله في الطريق ده او حصل ده بالتالي قد يتاثر الحيوانات المنويه. اوكي، وبرده بعض الناس ممكن تكون مشكله زي ما احنا اتكلمنا في الحلقه قبل كده، ان احنا ممكن يكون الضعف الجنسي، او المريض عنده مشكله في ضعف الانتصاب، او عنده مشكله في القذف زي القذف المرتجع، ممكن ياثر على او يكون سبب من اسباب تاخر انجاب. طب دكتور، من الامور الشائعه كثير يعني بنشوفها، في حال الشخص كان شاكك انه هو عنده تاخر بالانجاب والسبب ممكن يكون من الرجل، هو تحاليل السائل المنوي، وهي يمكن من الامور اللي ممكن تدلنا على كثير مشاكل ثانيه نقدر نشخص فيها الحاله بطريقه صح ونعطيه العلاج المناسب. قديش هذا التحليل ممكن يساعد الدكتور والمريض انه يعرفوا وين المشكله ويقدروا يحلوها؟ هي طبعا ده حاجه مهمه جدا. طبعا هو تحليل السائل المنوي هو ده المفتاح. ده المفتاح اللي بنبدا بيه لما يبقى زوج وزوجه متجوزين ولسه ما حصلش انجاب، يبقى اول حاجه الزوج. أوكي. نعمل تحليل سائل منوي. تحليل السائل المنوي ده بيقول لنا ايه، او المفروض الناس تقراه ازاي، او حاجه يعني طبعا احنا كدكاتره لينا حاجات معينه، بس الناس المفروض العاديين يعرفوا ايه، يعرفوا ان في حاجه اسمها العدد، وحاجه اسمها الحركه، وحاجه اسمها التشوهات. اوكي، العدد طبعا اتغير على مدار السنين اللي فاتت، كان في عدد معين المفروض الناس اللي هو المفروض ينجب يعدي الرقم ده، بدات الارقام تتراجع وبدا نوصل لرقم معين. طب ايه الارقام دي؟ العدد 15 مليون. تمام، الحركه لازم تكون، كان كنا زمان بنقول حركه A وحركه B، دلوقتي بقت حاجه اسمها الحركه السريعه اللي هي A زائد B، لازم تكون 32%. طب نسبه التشوهات كام؟ لازم يكون العدد او نسبه، يعني الناس بتتوقع ان نسبه التشوهات تكون يعني كتيره جدا عشان يحصل الاكسبتد او المتاح بالنسبه لنا 4%، يعني مريض عنده 96% تشوهات ده طبيعي، ممكن ما يبقاش فيه مشكله. وطبعا السائل المنوي طبعا لما نيجي نعمل التحليل ليه شروط معينه. أوكي. لازم المريض طبعا، اهم هي الشروط دكتور؟ الحقيقه الشروط دي مهمه جدا. لازم اول حاجه ان انا ما احكمش على تحليل واحد. أوكي. لازم كذا تحليل عشان تفادي الخطا البشري. تاني حاجه التحليل ده يكون في المعمل، ولو هيوديه المعمل لازم يكون، او هو مثلا هيعمله في البيت ويوديه المعمل،
لازم يكون يوديه في درجه حراره الجسم ما يكونش معرض للهواء، ويوديه في خلال مثلا من نص ساعه لساعه. تاني حاجه المريض ما يستعملش حاجات معينه كريمات او حاجات قاتله للحيوانات المنويه، ويكون مثلا اناء بلاستيكي معقم وما بيتعرضش للهواء او يتعرض للشمس عشان التحليل يطلع مظبوط. يعني احنا بنلاقي ناس كتير جدا عندهم تحليل سائل منوي كذا تحليل وكلهم مختلفين عن بعض، فلازم طبعا نتحرك. بتكون المشكله بالشروط اللي احنا عم نعمل فيها هذا التحليل، بالشروط دي الامور تبقى كويسه ويبقى في دقه اوكي في تحليل سائل المنوي. طيب طب دكتور، كثير بنسمع انه في شخص راح عمل هيئه التحاليل وطلعت النتيجه السائل المنوي عنده صفر، شو هو هذا الموضوع وهل هي المعلومه صحيحه ولا لا؟ لا مزبوط طبعا، هي دي اسمها صفر الحيوانات المنويه او مصطلح ثاني بنسميه انعدام الحيوانات المنويه. اوكي يعني هو العدد اللي كنا عم نحكي عنه بالبدايه. يعني المريض حضرتك عارفه السائل المنوي بيتكون ازاي، في جزء منه بيخرج الحيوانات المنويه نفسها بتخرج من الخصيه. اوكي والسائل اللي هو السائل المغذي للحيوانات المنويه ده بيخرج من البروستاتا، وفي جزء بيخرج حاجة اسمها الحويصلات المنوية والغدد المحيطة بمجرى البول. أنا بشبهها كده السمك العايم في المية. السائل ده اللي هو سائل البروستاتا والحويصلات المنوية. الحيوانات المنوية دي المسؤولة عن الإنجاب. ممكن المريض يعمل تحليل سائل منوي، في سائل بس ما فيش حيوانات منوية، فاضي ما فيش حيوانات منوية خالص. ده بنسميه صفر أو انعدام الحيوانات المنوية. وبهي الحالة بنسميها تأخر إنجاب ولا عقم؟ في الحالة دي لا، ما هو ده بنسميه عقم، بس طبعا دلوقتي اتغير تأخر إنجاب. الناس دول فعلا اللي ما كانش لهم أمل، يعني ممكن هذا الشخص يقدر إنه يصلح هاي المشكلة ويصير عنده إنجاب. بالضبط كده. فطبعا كيف؟ ممكن خبرنا. ما هقول حضرتك طبعا ده بيكون بسبب، يعني سببه حاجة من الاثنين. أول حاجة إن الخصية نفسها ما بتنتجش حيوانات منوية، يعني دلوقتي في مصنع والمصنع ده بينتج حاجة معينة، فلازم المصنع يكون شغال ولازم الطريق يكون كويس عشان الامور توصل. اوكي فالمصنع نفسه ما بينتجش، يعني الخصيه نفسها ما بتطلعش حيوانات منويه. تمام. المشكله تكون في الخصيه او مشكله تكون في الطريق، ده بنسميه انسداد. يعني حصل انسداد وبالتالي حصل صفر حيوانات منويه. طب خلينا نحكي عن المعمل، شو هي المشاكل اللي ممكن تكون موجوده بالخصيه تؤدي الى نتيجه صفر بالسائل المنوي؟ الخصية نفسها ممكن يحصل فيها ضمور خصية. ده ممكن يكون دمور بسبب خلل في الهرمونات او خلل في الخصية نفسها. أوكي. ممكن المريض يحصل له مثلا ضمور خصية بسبب التواء خصية، او المريض كان عنده حاجة اسمها خصية معلقة، يعني ما اكتشفتش من هو صغير فبالتالي ما نزلتش الخصية فحصل فيها ضمور. ممكن يكون المريض عنده دوالي خصية ودرجة كبيرة جدا وبدأ يتأثر على الخصية وبالتالي بدأ يحصل ضمور في الخصيتين، او ممكن يكون انسداد، يعني مثلا الخصية نفسها بتطلع حيوانات منوية بس ما بتوصلش بره ما بتخرجش، ده بسبب حاجه خلقيه ما بين مثلا حاجه اسمها البربخ او حاجه اسمها الوعاء الناقل، او في انسداد على مستوى القنوات القذف، يعني القناه القذيفه نفسها اللي بيخرج من خلالها الحيوانات المنويه مش فيها مشكله. اوكي فبالتالي ما بتخرجش الحيوانات المنويه، يعني بيخرج سائل بس فاضي ما فيهوش حيوانات منويه خالص. رح نحكي عن طرق العلاج وكيف فينا نحل هي المشكله بعد ما نستقبل اول سؤال من جمهورنا وناخذ الاجابه الطبيه من حضرتك دكتور. اللي عنده سؤال للدكتور يتفضل. دكتور، الأدوية أو الهرمونات أو أدوية الأجسام، أجسام اللي هي كمال أجسام، كمال أجسام تؤثر على الإنجاب؟ هو ده سؤال طبعا مهم جدا. هي طبعا بنسمع عنه كتير دكتور، إنه أي أشخاص ممكن تاخد هرمونات بيروح أو الجيم، وطبعا المدرب كمان هو اللي بيديله الحاجات دي، بيديله حاجات معينة كده عشان يعمل طبعا عضلات ويبقى في البودي بيلدينج والحاجات دي. طبعا دي من حاجات خطر جدا. ليه خطر؟ ليش؟ لان الحاجات دي طبعا بيبقى فيها هرمونات ذكوره. اوكي. هرمونات الذكوره دي هو بياخدها من بره، بياخدها في جسمه. فطبعا بتعمل معاها تنفرز بطريقه طبيعيه. فلما بياخدها المفروض ان الطبيعي ان الخصيه بتطلع او بتخرج ايه، بتخرج هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون، فبتبقى دايره. دي بتنبه الغده النخاميه عشان تطلع حاجات معينه، والخصيه نفسها لما تطلع الهرمون ده يعني اسمها سيركل كده. اوكي. لما انا باخد الهرمون ده من بره بيوقف عمل الخصيه. فبالتالي الخصية نفسها ممكن يحصل فيها ضمور، يعني ممكن تلاقي واحد ما شاء الله عضلات وكويس جدا بس عنده الخصية حجمها صغير. ده بسبب ان هو بياخد الحاجات دي لفترات طويلة جدا، وبالتالي دي بتأثر على عمل الخصية، وممكن المريض يجي بصفر حيوانات منوية. وقابلنا ناس كتير كده. ممكن هو جاي يعمل تحليل يطلع صفر، افحص الخصية الاقي الخصية حجمها صغير جدا. بس دكتور هون في حل لهي المشكلة؟ طبعا واحنا لما بيجي لنا المريض طبعا عنده مشكلة في تأخر إنجاب، طبعا بنقعد مع المريض الاول بناخد منه تاريخ مرضي، بنفهم منه طبيعه المشكله حصلت ازاي. بعض الناس طبعا ممكن طبيعه شغلها واحد مثلا بيقف قدام حراره كتير زي واحد فران او واحد قدام فرن، فطبعا ده بيتاثر بالخصه نفسها بتتاثر بدرجه الحراره العاليه. طبيعه العلاقه مع الزوجه، هل فيها مشكله ولا ما فيهاش مشكله، هل العلاقه الجنسيه بينهم كويسه ولا فيها مشاكل. بعد كده بنبدا نعمل تحليل حاجه، بعض الفحوصات منها تحليل السائل المنوي، تحليل الهرمونات، ممكن نعمل بعض الاشعاعات زي مثلا اشعه الدوبلر على الخصيه
ودي بتقول لنا والله في دوالي ولا ما فيش دوالي. احيانا برضو بنعمل اشعه على قنوات القصف، هل في انسداد ولا ما فيش انسداد، الخصيه نفسها شغاله ولا مش شغاله. بعد كده بنبدا مرحله العلاج. العلاج طبعا اول حاجه السبب، بندور على السبب، يعني اي كان التشخيص الصحيح لحتى نقدر نعرف شو السبب ونعالجه بطريقه، بنشوف صحيح. الاسباب، هل في سبب واضح منهم؟ طبعا اشهر سبب زي ما قلت حاجه دوالي الخصيه، وزي ما حضرتك قلتي برضو موضوع صفر الحيوانات المنويه. بعد كده بنبدا نشوف نعالج السبب ازاي، الحاجات طبعا واحد بيدخن وقف التدخين، واحد بيشرب كحولات نوقفها، نبدا نعالج الحاجات العامه. يعني نمط الحياه فعلا بياثر كتير على هذا جداً الموضوع جدا جدا. ناس كتير جدا طبعا بيبقى ماسك الموبايل حاطه في البنطلون، واحد حاطط اللابتوب على رجله، كل طبعا واحد طبيعه شغله بيقف في حراره عاليه، الساونه طبعا دي كلها بتاثر. فبنبدا نعرف ايه السبب، ايه اللي حصل، إيه اللي يعني نعالج السبب نفسه. بعد كده بشوف هل في دوالي خصيه، بنبدا نعمل دوالي الخصيه. اكتر حاجه بتساعدنا كيف في التشخيص العلاج؟ حاجه اسمها الميكروسكوب. اوكي، الميكروسكوب الجراحي، ميكروسكوب ممكن نعمل بيه دوالي الخصيه، ممكن نعمل حاجه اسمها تفتيش الحيوانات المنويه من او استخلاص الحيوانات المنويه من الخصيه، ممكن نعمل بيه الخصيه المعلقه، ممكن بعض المناظير بتساعدنا في ان احنا بنعمل زي عمليه تسليك كده للقنوات القذيفه او القنوات المنويه. اوكي، طب دكتور اشرح لنا اكثر مفصلا عن هذا الموضوع، هل بيكون العلاج سهل ممكن نقدر نحله؟ في عندنا حالات بيكون في عندها نسب النجاح عاليه كثير، خبرنا اكثر لحتى نقدر نساعد الاشخاص اللي حابين يصيروا ابهات وعندهم هي المشاكل، كيف ممكن نساعدهم بعلاجها؟ العلاج طبعا في علاج يعني من الاول بنشوف هل في خلل هرموني ولا ما فيش خلل هرموني، لو في خلل هرموني بنبدا نعالجه. وبعد كده بنبدا ندي ادويه، علاج دوائي ده فايدته تنشيط الخصيه وتحفيز الخصيه انها تطلع حيوانات منويه. بعض الناس بتحتاج عمليات، اشهر الحاجات الموجوده هي عمليه الدوالي، دوالي الخصيه، ودي طبعا في تقنيه كبيره جدا اسمها تقنيه الميكروسكوب. أوكي. احنا من خلال الميكروسكوب اللي هو نفسه كنا نستخدمه للتشخيص دكتور؟ لا احنا الميكروسكوب بنستخدمه في في في, في العلاج، بنستخدمه في حاجتين، في كتشخيص وعلاج. أوكي. في علاجي في حاله دوالي الخصيه، ان انا بقى بعمل عمليه بالميكروسكوب، بكبر الجرح، ان انا بحافظ على الشرايين بتاعه الخصيه، بحافظ على الاوعيه الليمفاويه، بحافظ على حاجه اسمها الوعاء النقي عشان النتائج بتاعتنا تبقى كويسه وتكون افضل. افضل بالظبط. ممكن نستعمل الميكروسكوب كعلاج وتشخيصي في حالات ايه؟ زي ما قلت لحضرتك الناس اللي عندهم انعدام حيوانات منويه او صفر حيوانات منويه، احنا مش لاقيين حيوانات منويه بره في السائل المنوي، فبعمل ايه؟ بروح على الخصيه وافتش فيها، فيها حيوانات منويه ولا مفيش. ده بستعمل ايه؟ بستعمل جهاز التكبير اللي هو جهاز الميكروسكوب عشان احافظ على الخصيه وانسجه الخصيه، والحيوانات المنويه اللي بتخرج دي بستعملها في الحقن المجهري. فبالتالي الناس اللي ما كانش ليهم امل في الانجاب بدا يبقى لهم امل. وايضا رح نكمل بهذا الموضوع، ولكن رح ناخذ سؤال جديد من الجمهور اللي عنده سؤال، تفضل. دكتور انا قريت على النت ان في جراحه بالميكروسكوب الجرح افضل ولا الاشعه التدخليه افضل؟ هي طبعا ده سؤال مهم جدا الحقيقه، لان الناس كتير جدا بتسالنا وبتبعت لنا على الواتس وبتبعت لنا على الفيسبوك ايهما افضل. الناس طبعا شافت طرق كتيره جدا لعلاج دوالي الخصيه. اوكي، هي طبعا افضل الطرق الموجوده حاليا حاجه اسمها الطريقه بالميكروسكوبيه او الجراحه الميكروسكوبيه. طب الجراحه الميكروسكوبيه افضل ليه؟ الجراحه الميكروسكوبيه احنا بنكبر الجرح، بنقدر نشوف، وطبعا هي الفكره مش في الجرح، الفكره في التقنيه نفسها طبعا، ان انا بكبر الجرح، ففي مثلا انا شايف حاجات قدامي بعناية المجرده، لكن انا لما بكبر بالجرح في حاجات انا ما كنتش شايفها بدات اشوفها. فبالتالي طبعا في حاجه مهمه جدا اسمها الشريان، الشريان المغذي للخصيه. ناس كتير جدا زمان لما كانوا بيعملوا العمليه بالطريقه التقليديه كان بيربط الاوعيه الليمفاويه والشرايين والاورده كلهم مره واحده، لا احنا بدينا ناخد بس الاورده، بنحافظ على الشرايين عشان المريض ما يجيلوش ضمور في الخصيه، بنحافظ على الاوعيه الليمفاويه اللي موجوده عشان العيان ما يجيلوش حاجه اسمها القيده المائيه، بنحافظ طبعا برضو او بنربط اكبر قدر من الدوالي عشان طبعا من المشاكل اللي احنا بنقابلها ان المريض ممكن يرجع له الدوالي بعد فتره، يعمل عمليه ترجع له الدوالي تاني، فطبعا نسب النجاح بتاعتها بقت عاليه جدا. طيب الاشعه التدخليه عيوبها ايه؟ الاشعه التدخليه عباره عن ان انا بعمل بالظبط بوصل للوريد عن طريق قسطره، كان المريض بيعمل قسطره قلب بالظبط، بوصل للاورده بحقن صبغه، الصبغه دي طبعا بتكون مضره واحيانا بيكون في حساسيه من الصبغه الموجوده. اوكي، وبالتالي طبعا المريض بيتعرض لاشعه كبيره جدا. هو الدكتور لما يجي يشتغل بيشتغل على عن طريق اشعه، فالاشعه دي نفسها مضره للخصيه، فطبعا من احسن التقنيات اللي موجوده حاليا طبعا هي الجراحه الميكروسكوبيه. ايضا دكتور رح ناخذ سؤال جديد من الجمهور اللي عنده سؤال، تفضل. دكتور هل دوالي الخصيه ليها سبب في تاخير الانجاب؟ هي زي ما قلت لحضرتك هي اشهر سبب، يعني هي دوالي الخصيه اشهر سبب ياثر على الانجاب واشهر سبب ممكن نعالجه. طب ليه دوالي الخصيه؟
يعني ربنا خلق الخصيه بره الجسم عشان درجه حرارتها اقل من درجه حراره الجسم. لما المريض يكون عنده دوالي خصيه، الدوالي دي عباره عن ايه؟ عباره عن تمدد واطاله في الاورده المحيطه بالخصيه، فبالتالي الدم نفسه بيركن جنب الخصيه فبيخلي درجه حراره الخصيه عاليه جدا أعلى. فبالتالي دي بيئه غير صالحه لانتاج الحيوانات المنويه، فطبعا بتاثر على العدد، بتاثر على الحركه، بتاثر على التشوهات، فممكن العدد يقل، ممكن الحركه تقل، ممكن التشوهات تزيد، فطبعا ده اشهر سبب ممكن نعالجه. ودكتور مثل ما حضرتك كنت عم تحكي اكيد العادات الصحيه اللي بيعملها الشخص ممكن تاثر على هذا الموضوع، ولكن السؤال الاهم دكتور انه في اشخاص ممكن ياخذوا وقت كثير لحتى يبلشوا بالعلاج وهذا الموضوع ممكن ياثر سلبا، امتى المفروض احنا نبتدي بالعلاج؟ العلاج طبعا هو المفروض احنا زي ما قلت لحضرتك تاخر انجاب خلال سنه من العلاقه الجنسيه المنتظمه. في ناس طبعا ممكن ما نقدرش استنى سنه، زي مثلا لو سن الزوجه اكتر من 30 سنه مش هستنى. لو الزوج سبق له الزواج قبل كده وما خلفش وعارف انه عنده مشكله كمان، عنده مشكله فطبعا مش هستنى. لكن فطبعا كل ما ابدا بدري المشكله طبعا، يعني اكتشفنا ناس كتير جدا عنده دوالي في الخصيه وما يعرفش، والزوجه نفسها بيكون عندها تكيسات على المبايض او عندها مشكله في المبايض وبرده ما تعرفش، فطبعا بنكتشف الحاجات دي اكتر بعد الجواز. عشان كده بننصح ان احنا نعمل فحوصات ما قبل الزواج. ودي طبعا شو هي اشهر هي الفحوصات اللي ممكن تخلي الزوج يعرف انه عنده مشكله ويحاول انه يعالجها؟ طبعا هو اشهر حاجه المفروض طبعا احنا قبل الزواج بنبدا نفكر ندور على الحاجات اللي هي ممكن تعوقني بعد الزواج. أوكي. فمثلا شخص ممكن ما يكونش عنده دوالي وما يعرفش، فطبعا لما بيروح لدكتور الذكوره بيعمل له تحليل سائل منوي، بيعمل له فحص الخصيه، عنده مشكله طبعا في ضعف انتصاب او ضعف جنسي، او ناس عندهم مشاكل في القصب، ان بنلاقي ناس كتير جدا ممكن تبعد عن العلاقه الجنسيه او خايف يتجوز عشان هو حاسس ان هو عنده مشكله، فطبعا لما نكسر الحاجز ده ان انا اروح لدكتور الذكوره واعرف المشكله عندي فين، طبعا لا الدنيا بتتحسن والامور بتتحسن كتير جدا بعد الجواز. والاهم دائما انه نحن نشخص بطريقه صح لحتى نقدر نعرف شو هو العلاج الصحيح، وكل ما كان الموضوع بكير اكثر كل ما قدرنا نتفادى مشاكل كثير ثانيه. ونتمنى الصحه والسلامه لكل مشاهدينا، ونتشكر كثير على وجودك معنا دكتور صلاح. شكرا. على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها والحلول الاكثر من رائعه اللي قدمتها لمشاهدينا، شكرا كثير، شرفتنا. شكرا. مشاهدينا حلقتنا مكمله معكم لليوم، فاصل صغير وراجعين، ما تروحوا لبعيد. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. بعد الحلقات الكثيرة اللي قدمناها عن طرق التخسيس مثل البالون والتكميم والنحت الرباعي وشد الترهلات، وواضح أن نالت إعجابكم وحققت نجاح كتير كبير بمصر والعالم العربي. وصلنا استفسارات كتير سواء على صفحة البرنامج برنامج دكتورز أو على صفحة الدكتور أحمد السبكي الرائد الأول بعالم السمنة والتجميل ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، يلي بيخصص كل فترة فقرة لحتى يجاوب عن كل أسئلتكم واستفساراتكم. اليوم رح نجاوب عن مجموعة من المسجات يلي وصلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك، ونعطيكم المعلومات الطبية الصحيحة. رحبوا معي بالدكتور أحمد. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مشرفنا ومنورنا على طول. دكتور مسجات كتير وصلتنا من كتير سيدات حابين يستفسروا ويعرفوا معلومات طبية صحيحة من حضرتك، نحن اليوم نقينا أهم الأسئلة ورح نجاوب عليها بهي الفقرة. أول سؤال معنا اليوم من ميرنا، عندها 18 سنة ووزنها 86، من هي وصغيرة كتير بتعمل دايت وريجيم بس حاسة حالها أنه زهقت وما بقى قدران تكمل بالدايت وما عنده شيء تاني يقدر يساعدها على الحرق، واستجابتها ضعيفة لكل الأشياء اللي حاولت فيها قبل، حابة تعمل تكميم، هل ممكن ينفع معها هذا الإجراء ولا في عندنا خيارات تانية؟ الحقيقة لو حضرتك سألتيني السؤال ده من فترة من الزمن كنا هنقول لا، التكميم عادة بنعمله للناس اللي عندها سمنة مفرطة قوي. أوكي. ولو رولز معينة ومعامل كتلة جسم لازم يزيد عن 40. الكلام ده كله اتغير في العالم لان اصبح ان احنا نلحق الشخص قبل ما يوصل لهذه المرحله بطرق وتعديلات تم اجراءها على هذه العمليات اصبح له نجاح وصدى اعلى في العالم كله. التكميم مش نفس الطريقه الستاندرد اللي اتعمل بيها من يوم ما طلع، هي نفس الطريقه اللي ممكن نعملها لاصحاب الاوزان المختلفه. أوكي. ودي حاجه بتحتاج ابديت دايما من الجراحين عشان يبقوا عارفينها،
لان في فكره سائده عند بعض الناس ان هو التكميم اسطمبه واحده بتعمل بطريقه واحده لكل الناس ايا كان حالتهم. ينفعها التكميم، تكميم حل مثالي لاصحاب السمنه البسيطه اللي عايزين يخسوا 20 كيلو وزهقوا من الدايت ومش قادره تتحمل ان هي تمشي على لايف ستايل طول عمرها، خصوصا ان لما بيتعمل في الاوزان دي بيبقى بسيط سهل، ما بنضيقش المعده قوي، الشخص ما بيحتاجش. احنا عم نشوف العمليه دكتور مع المشاهدين بصوره. ده زي ما حضرتك فكره التكميم هي تصغير المعده الحد من الشهيه، كميه الاكل الشخص بياكلها قليله، الحرق بيزيد. أوكي. وبالتالي بنبقى حلينا المشاكل اللي ثلاثه بهي العمليه. ما بتحتاجش تاخد فيتامينز خالص بعد العمليه، ما فيش فكره ان في قيء وتعبانه. فالحقيقه بنصحها طبعا، التكميم مناسب طالما هي شافت ان هي مش هتقدر. هل في حلول بديله؟ في حلول بديله، في كبسوله المعده، في البالون، ممكن لو مناطق معينه نعمل النحت بالفيزر، لكن خلينا نقول لو هي مشكلتها وزن وعايزه تخس من جسمها كله يبقى التكميم حل مثالي. وهي اساسا حابه التكميم وعم تسال عنه تحديدا بالاسئله. بالزبط. ايضا دكتور عندنا سؤال من علا من لبنان، عندها النصف الاسفل من الجسم ما له متناسق مع النصف العلوي رغم انه وزنها جيد، فهل فيها تعمل فيزر وبيقدر يرجع هذا الاجراء يعمل لها تناسق من دون ما ياثر على شكل الجلد، وهل ممكن نرجع نعيد توزيع الدهون؟ هو هنا لما يبقى عندنا المشكله موضعيه لو عملنا حل يخسسها هتلاقي الوجه قل في مش مبسوطه. صح. الصدر هبط، الكتف سقط، فتقول لك لا انا خسست اللي تحت بس اللي فوق باظ، يبقى ساعتها الحل الموضعي من نحت بالفيزر هو الحل المثالي. أوكي. الفيزر ما يميزه انه مش بس بيقلل المقاس، لا ده بيشد الجلد ويحافظ على التون بتاعه، بيكسر الخلايا الدهنيه يخليها ما ترجعش تاني، يصلح لكل مناطق الجسم زي ما حضرتك شايفه مثلا صور للبطن. أوكي. وده بيبين قد ايه الفيزر مش بس بيفتت الدهون ويسيحها، لا وبيعطي شكل رائع ويرسم الكيرف نفسه بتاع الويست وبتاع البطن الفي لاين، الظهر بيرسمه بطريقه جميله، الفخذين لها رسمه ستاندرد. فالحقيقه الفيزر حل مثالي للسمنه الموضعيه ايا كان مكانها، والحلو انه ما في عنا لا قطب ولا ندب ولا علامات واجراء بسيط جراحة واجراء بسيط والنتيجه مش بتبوظ يعني. الفيزر بيكسر الخلايا الدهنيه فالنتيجه بتاعته بتعيش على طول، وزي ما حضرتك شايفه الجلد نفسه بيشد مش بيترهل زي الشفط القديم واحتاج اعمل جراحه او تدخل اخر. حتى الكدمات دكتور اللي كانت تطلع بالشفط القديم هون تماما مختفيه. ابسط بكثير طبعا، مفيش كلام. طيب رح ناخذ ايضا سؤال من رزان من المغرب، عمرها 11 سنه ووزنها 92 كيلو بس ارادتها ضعيفه بالدايت وما بدها تعمل عمليات بهي الفتره او بهذا السن، شو الحل معها؟ هو الحقيقه ممكن لو فكرنا في احد الحلول زي الكبسوله. الكبسوله من الحلول الجميله اللي بتدي نتيجه متوسطه لاصحاب السمنه البسيطه، واكثر ما يميزها البساطه في الاجراء زي ما حضرتك شايفه، بتتبلع بشويه ميه تدخل جوه المعده تتملي تبقى بالون، تقعد مع الشخص 4 شهور بتحسسه طول فتره ال4 شهور بالامتلاء، وجودها في المعده بيقلل هرمون الجوع فالشهيه قليله جدا، بتزود الحرق لوجودها برضو في المعدة، هرمون اللي بيقلل الحرق نفسه بيقل وبالتالي النتيجة ان الحرق بيزيد، يبقى هي تقريبا عملية مصغرة بس بدون منظار وبدون تخدير وبدون مستشفى وبدون جراحة. حبوا انا هذا الاجراء كثير دكتور، دي حقيقه بصراحة. الكبسوله طفره طبعا، وكمان ما يميزها ان هي 4 شهور وهتختفي لوحدها. هتختفي ازاي؟ حموضه المعده بتهضمها وبتخرج السائل الميه اللي فيها وبتختفي تماما خلاص. رائع هذا الاجراء كثير بحبه وبحسه امن وبيساعد كثير سيدات خاصه الصبايا اللي عندهم فرح او عرسهم قرب او حابين يخسر وزن بطريقه سريعه، هو حل سليم وامن. رح ناخذ سؤال من نجوى. نجوى عامله عمليه تكميم معده، كان وزنها 92 ووصل ل 62، عملت العمليه عند حضرتك. اوكي. وخست كثير منيح ومبسوطه، بس هي المشكله انه ما عم تلعب رياضه وعندها ترهل بالساقين وايضا عندها
سيلوليت، فهل الجي بلازما ممكن يفيده؟ جميل جدا، ودي الحاجات التكميلية اللي احنا كملنا بيها المنظومة، ان بعد النزول في الوزن لو الشخص ما لعبش رياضة ممكن يحصل له شوية ريداندنسي او ساجنج في السكين، او يعني بنسميه التون بتاع الجلد بيتأثر شوية، ممكن يبقى عندها سيلولايت يزيد. فالجي بلازما حل مثالي وجميل وسحري. اولا هو طريقه غير جراحيه. هي نتائج الجي بلازما دكتور؟ بالظبط زي ما حضرتك شايفه، دي من اعلى الدرجات من الترهل الجلد، اللي هم ناس خاسه درجه كبيره من الوزن مع السن كمان، لما يتحسن بدون جراحه يدينا نتيجه زي كده، مرضي لناس كتير ان هي ما بتحتاجش لجراحه او اثار التئام او فتره نقاهه طويله. وعم نعالج الجلد، يمكن هي اصعب شيء دكتور الجلد، شكل الجلد اللي بيكون واضح وظاهر وما له الاحلى او ما له متناسق او ما له سطح ملس، هو بيعمل مشكله كثير كبيره. لا شك، وده اللي احنا بنسميه يعني ان لو ما كناش لقينا لهم حل للكلام ده كان هيبقى النزول في الوزن بالنسبه لهم على قد ما هم فرحانين بيه، لكن مشكله لانه بيخلي شكل الجلد مش حلو. لكن الجيب لازم اكمل المنظومه وادانا النتيجه الفوريه والدائمه وبدون جراحه وبدون مضاعفات او مشاكل تخلي اي انسان يقلق. وبيرجع الشخص 20 سنه لورا، لانه هذا الشكل اللي عم نشوفه المتعرج قد ما كان يعني شخص عمره صغير وايضا شكل جسمه حلو، ولكن شكله ما له الاجمل. رح ناخذ يا ويلي على هالسؤال شو طويل، اوكي. رح ناخذ سؤال من راويه. راويه عندها 45 سنه، عامله حزام من 15 سنه، الحزام ابتدى يضايقها وعامل له حموضه والم شديد، وبتاكل حلويات كثير وبيزيد وزنها ثاني، وقالوا لها نشيل الحزام لكن في خطوره ولا لازم يعني اوكي، قالوا لها انه فينا نشيل الحزام بس هي خايفه يكون في خطوره، ولا هل لازم تشيل الحزام؟ حضرتك شو بتنصحها وشو بتنصحها تعمل اجراء بعد ما تشيل الحزام؟ هي موضوع الحزام الحقيقه كان طفره في بدايه عام 2000، لكن اكتشفنا بعد كده ان الحزام الجسم بيتعامل معاه كانه حاجه غريبه عليه، بصير بيرفضه بيقوم بيعمل عليه مضاعف، بيرفضه والحزام مع الوقت اما بيحصل له مايجريشن يطلع فوق على المريء فيضايق المريض ويعمل له حموضه او ارتجاع، احيانا ينزل لتحت ويعمل نوع من القيء المتكرر. الأسوأ ان هو مع الوقت بياكل في جدار المعده وبيدخل جوه جدار المعده كمان. لدرجه ان في بعض الحالات بعد فتره من الزمن احنا طلعنا الحزام من تجويف المعده من جوه مش من بره زي ما احنا بنبقى حاطينه. عشان كده احنا بقالنا سنين طويله اكتر من 10 سنين ما بنركبش حزام خالص، بل بالعكس كل اللي ركبوا الحزام في الفتره السابقه بنشيل الحزام. طب دكتور اذا شلنا الحزام شو المشاكل اللي ممكن تصير؟ هي حسب الحاله وحسب تقييمها. اول حاجه الجراح اللي يشيل الحزام لازم يبقى جراح متمرس جدا وعلى خبره عاليه، لان لو حضرتك بتشوفي بعض الحالات اللي بنعرضها الحزام احنا بنحطه بره لما بنيجي نشيله بنلاقيه جوه جدار المعده، يعني بنقشر المعده من عليه بمعنى اصح، وبنلاقي بينه وبين الكبد التصاقات عنيفه، وعشان نشيلها لازم بنحوط كل ده وبطريقه حديثه، ادوات مش الادوات العاديه اللي بنشتغل بيها في الحالات العاديه. لكن خلينا نقول ان مع يد متمرسه في هذه العمليات لها خبره مع اتباع الادوات الحديثه شيل الحزام سهل جدا. ولازم على فكره ان هي بتسال هو انا لازم اشيله؟ هي لازم تشيله، لان احنا لو سبناه هنضطر في يوم من الايام نشيله بس في حاله طارئه. طب انا هي بدي اسالك عليها دكتور، يعني الاشخاص اللي وصلوا لنتائج او فادهم الحزام بفتره من فترات حياتهم، ساعدهم انه الوزن او تخف شهيتهم، بخافوا انه يرجعوا تفتح عندهم الشهيه او يرجع يزيد الوزن عندهم، شو هو الاجراء اللي ممكن يعملوه بعد ما يشيلوا الحزام؟ عادة الحزام لما بنشيله ما بنفضلش ان احنا نعمل تكميم معدة، لان هي نفس الفكرة، هي بنسميها restrictive procedure او اجراء بيقلل كمية الاكل، فما ينفعش بعد ما تخنت عليه او بعد ما الجسم ادابت وتعود عليه اعمل اجراء مشابه النتيجة بتاعته بتبقى ضعيفة. لكن الحزام النتائج الجيدة اللي اتحققت بعديه لما بنغير الحزام لتحويل مصغر للمعدة، يبقى استفدنا بخطوة إضافية وهي
عدم الامتصاص وتقليل الحموضة. التحويل بيضيع الحموضة اللي المريض قاعد يعاني منها كتير والصعوبة في الأكل، وبيخليه يخس تاني ويرجع يزود له الحرق تاني، لأن قلة الأكل للمريض سواء في الحزام أو التكميم فترة طويلة بتخلي جسمه الحرق عنده قليل بالظبط، لأنه هو تعود على قلة الأكل. لما بنضيف له فكرة جديدة وهي التحويل وعدم الامتصاص، النتيجة بتبقى أقوى ومضمونة أكتر. دكتور بحبك أنك يعني كل حالة بتعطيها الحل والعلاج المناسب والأنسب لها. عائشة من السودان عندها مشكلة بترهل شديد بالبطن وضعف بالعضلة، كرمال هيك لأنه خلفت 4 مرات وحابة توصل لنتيجة مثالية وتعمل شيء ما يرجع يطلع لها بطن حتى لو صار عندها حمل مرة تانية. شو الحل الأنسب مع عائشة؟ هو حسب درجة التراكم الدهون، ترهل الجلد، ضعف العضلة اللي موجودة. الفيزر سواء لوحده أو مع الجي بلازما قدرنا نحل بيه 80% من الحالات اللي زي كده. أوكي. بدون تدخل جراحي. والإجراء سهل وجميل وبيدي شيبينج حلو، بس لما نبقى الدرجة البسيطة أو المتوسطة من الترهل. طيب لو هي وصلت لعضلة ضعيفة جدا، ترهل الجلد شديد جدا، ستريتش ماركس عنيفة، بنستخدم الفيزر بهدف أولا تفتيت الدهون عشان ما ترجعش تاني، بيلم الجلد بنسبة كبيرة، فلما احتاج اعمل جرح معاه بيبقى جرح صغير وعمليه ابسط بكتير من ان انا اعمل شد للبطن زي الطريقه الكلاسيكيه القديمه. بيبقى الجرح كبير جدا وعمليه عنيفه ومؤلمه. لا، الفيزر حتى لو هو لوحده ما كانش كافي لانه هو يديني النتيجه النهائيه في الحالات الصعبه، لكنه على الاقل بيبسط عليا العمليه ويصغر الجرح ويديني نتيجه مثاليه، بحيث بعد كده نبقى ضمنت ان الدهون دي عمرها ما هترجع تاني. عمليه بسيطه وسهله وبدون مضاعفات باذن الله. احنا كل مره بنحكي عن اي شيء بيخص السمنه مو بس عم نحكي عن شكل وجمال، ايضا عم نحكي عن نمط حياه صحي اكثر وحتى نستثمر بصحتنا لعمر اطول. بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا دكتور احمد، على كل النصائح والمعلومات والحلول العظيمه اللي قدمت لنا اياها لكل المشاهدين. شرفتنا ونورتنا دكتور. شكرا كثير.